بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. تكلمنا أن هذه القضية من أعظم قضايا التوحيد والإيمان، قضية الولاء والبراء. يعني لابد من معرفة معاني الولاء ومعاني البراء لنعرف معنى الولاء الواجب والبراء الواجب والولاء المحرم والبراء المحرم. جاء في لسان العرب الموالاة كما قال ابن العربي: أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه ويحابيه. فأول معنى واضح جدا، ومعنى أنه يهواه يعني يحبه، ويحابيه يعني ينصره على من خالفه. فتجد أن معنى الحب والنصرة أساس معنى الموالاة. ووالى فلان فلانا إذا أحبه، والمولى اسم يقع ولا جماعة كثيرة، فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد. العقيد يعني الذي معه عقد نصرة، العقيد. والعبد والمعتق والمنعم عليه. والموالاة ضد المعاداة، والموالاة المتابعة. أهم معاني الموالاة الحب والنصرة، ومعاني بقى ابن العم والجار والحليف اللي له حلف والعقيد وكذا من أجل، والقريب، كلها لأجل التناصر الذي يقع بينهم. ومعنى المتابعة والطاعة وترك العداوة، يعني ترك العداوة موالاة. وقال صاحب مصباح المنير: الولي فاعل بمعنى فاعل من وليه إذا قام به. يبقى القيام بالأمر للإصلاح والاهتمام بالشأن. ويقال: المؤمن ولي الله، بمعنى أنه مطيع لله، مطيع لله. قال شيخ الإسلام: أصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. يتضح بما ذكرنا أن أصل الولاية أن أكثر المعاني تدور حول الحب والنصرة والقيام بالأمر ولوازم ذلك كالطاعة والمتابعة والمعاونة والصداقة. والصديق أيضا معنى الولي أيضا ولوازم هذه الأمور، وإليك تفاصيل أحكامها. كل معنى من هذه المعاني ورد مستفيضا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة في معنى الولاء الواجب والولاء المحرم، في وجوب حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين مثلا يعني في أمر المحبة، وفي وجوب بغض الكافرين وبغض الطواغيت التي تعبد من دون الله، وفي حرمة حب الكفار والرضا بما هم عليه، وهي أدنى من يعني الرضا من يعني ما تبنى عليه المحبة، لن يحبه إلا إذا رضي به. وحرمة بغض المؤمنين، وأن من أبغض الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو شيئا مما جاء به فهو كافر. فالمعاني الأربعة دي قلنا الولاء الواجب والولاء المحرم والبراء الواجب والبراء المحرم، كل منها ورد أدلته تفصيلا، لأن كما ذكرنا قضية اعتقادية عظيمة من أوثق قضايا الإيمان، فنجدها كثيرة التناول والبيان في الكتاب والسنة. فأما المعنى الأول فهو معنى الحب والمودة. فأما الولاء الواجب في ذلك الحب الواجب، قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فحب الله عز وجل، حب الرسول صلى الله عليه وسلم واجب أيضا، بل كلاهما ركن من أركان الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يخذف في النار. وهذا الحديث ضمن الولاء الواجب والبراء الواجب، فهو يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب المؤمنين ويبغض الكفر ويكرهه أعظم من كراهية ألم النار، ألم الحرق بالنار. فهذا هو الواجب، البراء الواجب. الولاء الواجب حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، والبراء الواجب بغض الكفرة والكافرين، كما قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فهي نص أيضا في وجوب بغض الكافرين أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده. كذب من يزعم الإسلام وهو يقول أن بين المسلمين والكفار كل مودة ومحبة، نعوذ بالله من الضلال المبين. هذا هو الولاء المحرم. ذكرنا الولاء الواجب، الولاء المحرم ضد، وهو حب الكفرة، حب الطواغيت الذين يعبدون من دون الله. قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجتمع دعوى الإيمان مع محبة الكافرين على كفرهم. إيه على كفرهم دي؟ محبة الكافرين على كفرهم بمعنى أنه يحبهم من أجل كفرهم، ده معنى، وده معنى مقتضي لحب الكفر وهو كفر والعياذ بالله. ناقل عمل يحبهم لأنهم كفار، وهذا والله حاصل في كثير من المنافقين، يحبون كل من كفر بالله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم لعظيم كراهيتهم للدين. فهم يحبون من يكره دين الله عز وجل، كما قال عز وجل عنهم وسيأتي ذلك بأنهم قالوا الذين كارهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فهم يحبونهم لأجل كفرهم، كمن يحب مثلا الغربيين لأجل أنهم تحرروا من سلطان الدين، ويقول أنه يعني يود أن سار الشرق على يعني طريقتهم، أو يحبهم لأنهم فصلوا الدين عن الحياة والعياذ بالله، أو لأنهم جعلوا الدين بعيدا عن شؤون نظام حياتهم وقوانينهم وسياستهم واقتصادهم، فيحبهم من أجل ذلك، ويرى أن الدين كله منزلة واحدة. فيرى هؤلاء الذين أبعدوا الدين عن الحياة أبعدوا دينا باطلا، لكنه يرى أن كل الأديان كذلك، أفيون للشعوب كما يقولون هؤلاء الكفرة لا شك. فهذا معنى أنهم يحبهم على كفرهم، أو يحبهم رغم كفرهم، معنى ثاني أيضا صحيح داخل في هذا، يواد من حاد الله ولو كان كافرا. يقول له فلان، يقول له أحبه، يقول له كافر، يقول له ممال، ويعني كافر حاجة ما تقتضيش أن أنا أبغضه والعياذ بالله، يعني رغم كفره لا مانع عنده من حبه. فهذا خطر عظيم جليل والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله. تحب في الله الولاء الواجب، تبغض في الله البراء الإيه؟ الواجب أيضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهذا يقتضي أن من أحب الكفرة فهو معهم، فهو متضمن للولاء الواجب والولاء المحرم، بيان أن الولاء الواجب مصيره إلى الجنة، لأنه إذا أحب الله ورسوله المؤمنين كان في الجنة، وإذا أحب الكافرين كان في النار والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها، حب محبة النفس الإنسانية يعني بيحب ويكره على حسب الهوى، لا بحسب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فهو من أضل الخلق يعني.
وقال إن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، ويكون الحب لأوليائه، ويكون البغض لأعدائه، والإكرام والثواب لأوليائه، والإهانة والعقاب لأعدائه. كلام حسن جميل. والعكس عند المنافقين، فأهل الكفر والنفاق دائما يريدون الإهانة لأولياء الله عز وجل، والإكرام والإعزاز لأعداء الله، وعندهم تعظيم لأعداء الله عز وجل وانتهاك لحرمة المسلمين. قال شيخ الإسلام تيمية: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة بحسب ما فيه من الشر. يبقى عندنا هنا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومؤمن عاصي، أو مسلم عنده أصل الإيمان ولكن ليس عنده الكمال الواجب، عنده معاصي وذنوب وبدع، سواء طالما أنها بدع غير مكفرة فلا زال داخل دائرة الإسلام، فإنه يطبق عليه ذلك. فهذا المؤمن الكامل يحب من كل وجه، والكافر يبغض من كل وجه إلا حسنة له، لأن أعماله غير مقبولة. وأما المؤمن العاصي فإنه يحب لإيمانه ويبغض لمعصيته وبدعته. لذلك نقول: ولا شك أن من أحب الكافرين على كفرهم، لأن على كفرهم يعني ليس حبا مثلا لمنظر امرأة جميلة مثلا، أو لإتقان صنعة في الكافر، يقول لك أنا أحب مثلا السيارة الألماني مثلا، ولا أحب الصنعة الأمريكاني مثلا، أو أحب اللاعب الفلاني، أو أحب مثل هذا المعنى. لكن إذا قيل له كافر فماذا يكون رده؟ يقول: لا، أنا كفر أبغضه، ولكن أنا أحب فيه كذا. يبقى يتضح له الأمر ويوضحه. فمن أحب الكافرين على كفرهم زي ما قلنا، يا إما بيحبهم عشان هم كفرة، يا إما بيحبهم رغم إن هم كفر، يقول: لا مش مهم، حتى لو كانوا كفار ما فيش مانع إن أنا نحبهم والعياذ بالله. بل حتى لو رضي بكفرهم وإن لم يحبه، يعني درجة اللازم بتاع المبنية على الحب ده اللي هو الرضا، ده يكفي الرضا فقط. لو رضي بالكفر فهذا كفر أيضا والعياذ بالله، فهذا كافر مثلهم. فإن الرضا بالكفر كفر. يعني واحد يرضى أن يعبد غير الله، فلان يعبد غير الله، يقول: ماله، إيه المشكلة أن يعبد غير الله؟ يبقى ده يقر بإيه؟ بعبودية غير الله. يبقى ده ما شهدش أن لا إله إلا الله. وكذا لو قال أن فلانا يكذب رسول الله فقال: وما المانع؟ هذا حق وهذا حق. يبقى هذا إنسان إيه؟ خارج من الملة بلا شك، لأنه ناقض أعظم معلوم من الدين بالضرورة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وذلك مش متصور في إنسان إن أنا أقول: أنا عايز أقيم الحجة على واحد يعلم صدق، يعلم مثلا أن كافرا يعبد غير الله ويصحح دينه ومذهبه، أو أنه يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصحح دينه ومذهبه. مش متصور إني عايز إقامة حجة. ليه؟ لأن الحجة إيه؟ قائمة. ده كل المسلمين والكفار يعلموا إن المسلمين عايزين إيه؟ عايزين لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش كده؟ فيجي واحد يقول: لا، اللي يكذبه يبقى صادق يبقى على حق، واللي يصدق يبقى على حق. يبقى ده احسن احواله ان يكون شاك، والشك هذا ناقل عن ايه؟ عن الايمان بالكليه، ناقل عن المله. وكذا اذا قال: من يعبد الله على حق، ومن يعبد المسيح على حق، ومن يعبد بوذا على حق، كل اصحاب الاديان على حق، والعياذ بالله، فهذا ايضا خارج من المله والعياذ بالله، انه يجوز ان يعبد غير الله. ايه امال ايه اللي ممكن يبقى فيه بقى جهل؟ ان هو يظن مثلا ان الكفار دول لا يعبدون غير الله، يفتكرهم ان اليهود والنصارى مثلا يعبدون الله ولا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتبعونه لاجل انهم يتبعون انبياءهم. يفتكر كده ان الخلاف بيننا وبينهم ان دول بيتبعوا انبياءهم ودول بيتبعوا احنا بنتبع ايه؟ نبينا. فاذا كان مش عارف عقيدتهم فعلا يبقى لازم نعرفه عقيدتهم ونبين له بعد ذلك ادله ايه؟ شركهم وكفرهم، وادله اتباع وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون انسان مؤمنا. فاما اذا كان يعلم أنهم يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، أو يقولون بتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقولون بألوهية المسيح، أو كما يقول اليهود أن اليهود يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، أو يقولون بأن عزيرا ابن الله، فلا شك أنه بذلك يكفر. إذا قال بعد ما عارف عقيدتهم أن هم مش كفار، أو أن مذهبهم صحيح،
أو دينهم حق وإن إحنا نرضى بذلك لكان كافرا من ساعته والعياذ بالله. ممكن يكون متصور مثلا أن اليهود والنصارى لا يعبدون الأحبار والرهبان، يبقى ده محتاج إن إحنا نبين له إيه الآية وتفسيرها، زي ما قلنا إن في إقامة الحجة في قضية التوسل مثلا، لو واحد قال أنا أعبد البدوي يبقى ده إيه خرج من ملة من ساعته لأنه يجوز أن يعبد غير الله، لكن لو هو بيقول أنا لا أعبد إلا الله بس ماذا ده بدوي، مين قال لك إنها عبادة؟ ده أنت المتشدد، فده اللي محتاج إلى إقامة إيه حجة عشان أبين له إن الدعاء إيه عبادة. هتقولوا ده في ناس كتير قوي تعتقد كده، طب انا نعمل ايه؟ انا ناس كتير، ما هو ده زمن الدعاة على ابواب جهنم الذي من اجابهم الي قذفوه فيها. ما هي الدعاء الى مساواة الاديان ومساواة الملل وان الحق والباطل زي بعض، ده زمن دعاء على ابواب جهنم، اللي يجيب الى ذلك قذفوه فيها. فاللي هيقول عن اليهود والنصارى وهو يعلم عقيدتهم في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انهم ليسوا بكفار والعياذ بالله، عايز واحد كاتب مرة بيقول ان الخلاف بيننا وبين النصارى ليس في الالوهية ولكن في النبوة، وهو خلاف لا يقتضي التكفير، يعني تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام عنده ما يقتضيش تكفير، ده كفر ناقل عن الملة بلا شك والعياذ بالله، فضلا ان هو في الحقيقة خلافنا مع النصارى خلاف في في الالوهية قطعا، هو ينصون عن ان المسيح هو الله، ده ما فيش ولا فرقة نصرانية النهاردة من الطوائف المشهورة ثلاثة كاثوليك بروتستانت ارثوذكس الا يقولون ان الايه ان المسيح هو الله. واما اليهود فقاطعا يكذبون المسيح ويكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، مفيش الا ذلك، والا لو قالوا نصدقه يبقى نلزمهم على طول بان هو الذي قال ان الله اوحى اليه قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، فيقولوا لا مش لينا يبقى كفروا ثاني، يبقى هيكفروا باي وسيله كانت، فما فيش وجه اصلا لعذر من يعني يصوب دين اليهود والنصارى فضلا ان يحبهم على ذلك الدين والعياذ بالله. لذلك نقول أن الرضا بالكفر كفر لأنه رد لكتاب الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فاللي يقول إن الدين إسلام ويهودية ونصرانية وبوذية وهندوسية وكل لا بأس به حتى عبادة الأوثان عند القوم لا بأس به كفر بواح لا خفاء فيه والعياذ بالله. قد تبرأ حاطب بن أبي بلتعة كما تقدم من أن يكون فعل ما فعل رضا بالكفر بعد الإسلام، يقول والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، وهذا من المعلوم قطعا من دين الإسلام، بل المؤمن حقا هو من كان إلقاؤه في النار أحب إليه من الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه ولد بهن حلاوة الإيمان، الحديث قد ذكرناه. فتبين بما ذكرنا لمن يكون حب المؤمن ولمن يكون بغضه، يبقى الحب الواجب اللي هو الولاء الواجب لله ورسول المؤمنين، والبغض الواجب اللي هو البراء الواجب للكفر والكافرين والشرك والمشركين، والولاء المحرم حب الكفار، والبراء المحرم حب بغض الايه المؤمنين. لو واحد ابغض المؤمن لو ابغضه لايمانه كفر والعياذ بالله، لان ده بغض للايمان نفسه، فهو لو ابغض الله او رسوله صلى الله عليه وسلم او شيئا مما جاء به الرسول عليه السلام لكان كافرا، إذا كان في قلبه يبقى منافق، وإذا صرح بلسانه يبقى كافر خارج من الملة، وإذا أبغض المؤمنين لإيمانهم فهذا علامة على أنه يبغض الإيمان نفسه، كمن يبغض كل من يلتزم بالدين والعياذ بالله ويعاديه ويحاربه لمجرد التزامه بطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما بقاش بينه وبينه عداوة شخصية مبدئيا، لكن أول ما يجد قد التزم بالطاعة صلى مثلا قرأ القرآن يبقى يتخذ منه موقفا عدائيا بمجرد ان يصلي مثلا، ممكن قول اللحيه تحتمل ان هو فاكر ان الملتحين دول الناس ايه مرهبيين متشددين، يبقى محتمل انه ما بيقراش السنه ولا حاجه، لكن في الصلاه مثلا في قراءه القران واحد اول ما يعرف انه بيصلي يحط عليه ان هو ده من ضمن الاعداء والعياذ بالله، ده مش متصور ابدا الا بمجرد الصلاه، فده لو هو يصرح بذلك يبقى خارج من المله، واذا كان ما يصرحش يبقى منافق في الدرك الاسفل من النار عند ربنا وان حكمنا باسلامه، لكن لا ينفعه ذلك. فعداوه المؤمنين لايمانهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لعلي بن ابي طالب، قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبه وبرا النسمه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الي ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق، لا يبغضني الا منافق، اللي يبغض علي لمنزلته من الرسول عليه الصلاه والسلام، زي بالظبط كده اعداء الاسلام الرافضه اللي بيكرهوا ابو بكر وعمر في الحقيقه لاجل نصرتهم للرسول عليه الصلاه والسلام،
عبد الله بن سبأ اساسا يعني يهودي حقود على ابو بكر وعمر خصوصا، وذلك هو اللي ابتدع سب ابو بكر وعمر لمنزلتهم لانهم نصروا الدين وهزموا الكفر والعياذ بالله، فهو يكرهه من اجل ذلك. ولكن طبعا عامة الشيعة الرافضة هم بيكرهوا ابو بكر وعمر لظنهم انهم اغتصبوا ليه الخلافة، لكن لو واحد بيكرههم عشان نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم زي المستشرقين كراهيتهم للصحابة عشان نشروا الدين وغلبوا الكفار في البلاد، زي كراهية الاوروبيين النهارده للعثمانيين، ليه بيكرهوا العثمانيين خصوصا؟ علشان هم نشروا الاسلام في اوروبا، كرهنهم كراهية عمياء والعياذ بالله. ده يعني مش بس ده عداوة للدين نفسه والعياذ بالله. فمن يكره المؤمن لإيمانه والمسلم لإسلامه والمصلي لصلاته ده وقع في البراء المحرم، ده في الكفر والعياذ بالله والنفاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار، ده ولاء ده واجب، وآية النفاق بغض الأنصار، ده براء محرم، ده وقوعهم في بغض الأنصار ده تبرأوا من الأنصار، المفروض تتبرأ من مين؟ من الكفار، وتتبرأ من معصية العاصين، لكن ده تبرأ من الأنصار ويبغضهم، يبقى ده والعياذ بالله وقع في البراء المحرم، ده بريء منهم وهم أبرياء منه، يبقى بريء من الدين والعياذ بالله، اللي بيبغض الأنصار لأجل نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نقل عن بعض يعني ابيات شعر في ايام استحلال المدينه، لو صحت لكان قائلها كافرا، انه كان يقول يعني وقت استحلال المدينه في زمن يزيد ابن ابي سفيان، ان بعض الشعراء صاغ شعرا في ان هذا يوم بما فعلوه يوم بدر، هم عشان قتل من صناديد بني اميه. طبعا ان صح قائل هذا الكلام يبقى فعلا كفر، انه يعني حين استحر القتل في بني عبد الاشل بيوم بدر بانهم قتلوا او اخذ ثأر ابائه يوم بدر، اللي لو ثبت هذا الكلام ده واحد بيكره الانصار عشان ايه؟ عشان نصروا الاسلام، يبقى ده خارج من الملة، زي بيكره من يدعو الى الله لاجل انه يدعو الى الله، عايز الناس تظل في الضلال والعياذ بالله، يكره من يجاهد في سبيل الله لاجل انه يجاهد في سبيل الله، عايز المسلمين ينغلبوا في كل معركه، وعايز الكفار ينتصروا في كل ما يحب ذلك، ده هو بعيد ولا شارك في المعركه ولا حاجه، لكن بيحب انتصار الكفار والعياذ بالله، وبيكره انتصار المؤمنين، بيكره الاسلام والعياذ بالله، لا شك ان هذا خارج من المله، نعوذ بالله. احنا مش هنعرف الكلام ده الا لو ايه؟ لو صرح بلسان وقال انا بحب ان الكفر ينتصروا والعياذ بالله، او اكره ان المسلمين ينتصروا، او اكره الاسلام يظهر، لكن هو في الحقيقة مش هيفرق معاه، هو في الحقيقة ذلك الذي يكره دين الله ويعاديه ان احنا نحكم باسلام. طب ما احنا نحكم باسلام ما الاف المنافقين ومريضهم، ولكن هم يكونوا فين؟ في الدرك الاسفل من النار، ما ينفعهمش ان نقول عليهم مسلمين ما نقدرش نكفرهم، لكن هم عند الله عز وجل كذلك والعياذ بالله. ها؟ جاهل؟ جاهل ايه؟ جاهل انه يكره الاسلام؟ متصور ان واحد، ما انا بقول لك دلوقتي اذا جاهل دي قلت لك في اللحية محتمل، في النقاب محتمل، لما اشوف واحد من القبر يقول لك انا قلبي من قبض بس اشوف واحد ملتحي، لكن واحد بيصلي، واحد بيجاهد في سبيل الله يقول لك انا عايز الملحدين الشيوعيين ينتصروا على المسلمين، تقول لي جاهل في ايه؟ ده بقى ده مش متصور الجهل في ذلك، ده مش محتمل، ده علامه على وجود الكفر في القلب والعياذ بالله. وبعدين ده انا بقول لك جاهل فين؟ ده هو عمل قلبي، انا ما بحكمش في الظاهر الا لو نطق بلسانه، فهقول جاهل ازاي؟ يبقى ما عندوش اصل الايمان بالله. واحد تقول لي جاهل انه بيحب ربنا، يبقى ما قالش لا اله الا الله اصلا، ما بيحبش ربنا. لو واحد قال انا ما اعرفش ان حب ربنا واجب، انا بعبد ربنا بس بكرهه، يبقى كافر خارج من المله، ما قالش لا اله الا الله. لا اله الا الله لازم يعرف ان هو يحب ربنا ويخضع له، اما ان هو بيعبده كاره له ومتضايق منه والعياذ بالله، يبقى مش مؤمن، ما قالش لا اله الا الله. لو قال محمد رسول الله وعنده دي رسول الله، ده اللي هو عارفنا بالتكاليف، يبقى خارج من المله والعياذ بالله، خارج، لا بد ان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو ما حبوش ما بقاش مسلم ابتداء، ما بقاش شاهد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده حاجه بديهيه من البديهيات، ما لا يمكن ان تصور الانفصال بين التصديق وبين المحبه في ذلك. ده اكبر معنى من معاني الموالاه، ليه؟ الحب. ولذلك البغض اللي هو البراء لابد ان يكون كاملا الكفار. فتبين بذلك لمن يكون حب المؤمن ولمن يكون بغضه، فالمؤمن كامل الايمان يحب من كل وجه، والكافر يبغض من كل وجه، والفاسق العاصي الذي عنده اصل الايمان يحب الايمان ويبغض فسقه ومعصيته. بما تقدم يتبين لك بطلان الدعاوى المعاصره التي تنادي بالمحبه لاهل الاديان والمساواه بينها. الدعوه دي اصلا دعوه يهوديه، وهم خارجين من هذه الدعاوى، ما عندهمش ابدا محبه لاهل الاديان الاخرى، هم اللي نشروها من خلال الماسونيه والروتري واليونز
وغيرها، ويقولوا المساواة بين الأديان المساواة. طبعا دي دعوة الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية المؤصلين للفلسفة التي قامت عليها يهود، والمؤصلين للثورة الشيوعية يهود، والفلسفة الشيوعية كلها أصلا يهود والعياذ بالله. ولذلك هم مؤسسي أكبر المذاهب الكفرية في العالم العلمانية، وقدموا بما فيها بقى حرية ومساواة ديمقراطية والوجودية والنشر الجنس والشهوات المحرمة، ان هي الهدف الاسمى من الحياة، والشيوعية والعياذ بالله كلهم يهود، ماركس يهودي ولينين يهودي ويعني فرويد يهودي، معظمهم هم اللي بينشروا هذه الدعوة. وذلك الماسونية دي دعوة معروفة على مستوى العالم النهارده، اليهود هم اللي اسسوها. اما هم بينظروا اليه الى انه لا ينبغي ان يؤخذ خبز الاولاد ويلقى للكلاب. الكلاب دول هم مين؟ هم الامم، كل من ليس من بني اسرائيل كلاب، وان هم عندهم عقدة قديمة من كذبهم وخدائهم، ان نوح شرب الخمر لغاية ما سطل وتعرى تماما، فجاء ابنه اللي هو حاء ولا ابن حام اللي هو قال لهم تعالوا اتفرجوا عليه، فواحد اللي هو سام هو اللي غطاه ايه وستره، فدعا عليه نوح على ابنه ده انه لابد ان يكون عبد العبيد لاخوته. فهم عندهم هم الساميين، يبقى لازم كل الشعوب تبقى ايه، تبقى عبد العبيد، مش العبيد بس كمان، ده لازم يبقوا عبد العبيد عندهم. فهم بيحطوا العقائد دي عشان يدمروا الاديان كلها اللي هي متصورين كده. هم في نجحوا ذلك تماما في كل الاديان بما فيها النصراني، دمروها يعني، هي اصلا هم اللي حرفوها ابتداء، حتى دمرت من قديم الزمان ايام بولس المسمى بولس الرسول، هو يهودي اصلا دخل لتحريف الديانه، حاولوا مثل ذلك مع الاسلام في عبد الله بن سبأ وبني عبيد القداح اللي هم الفاطميين، يهود اصلا ابوهم يهودي والعياذ بالله، وكمان اتاتورك المعاصر امه من يهود الدلمة، هم اللي بيبثوا كل هذه الدعاوى والعياذ بالله، حاجة فظيعة. فهذه الدعاوى اصلا دعوة يهودية التي تنادي بالمحبة لاهل الاديان والمساواة بينها، وتعانق الهلال والصليب، تعانقهم يحط هلال وصليب عشان يقولوا الاثنين زي بعض، وعبارة الدين لله والوطن للجميع، العبارة دي الدين لله والوطن للجميع، عندهم مقصودهم بها ايه؟ ان كل واحد دينه بينك وبين ربنا، الوطن بتاعنا كلنا ما حدش يتكلم في الدين فيه، لا، الوطن لله عز وجل. هما لو كان المقصود وطن الجميع، الناس كلها تعيش مع بعض في الوطن ملتزمه باحكام الاسلام، المسلم يلتزم والذمي يلتزم، لكان هذا يعني امرا معلوم، لكن هما بيقولوها دايما. العباره دي كانت عباره ثوره 19 اصلا، والهلال والصليب ده شعار الوفد في ثوره ايه 19، وكان واحد شيخ يقولوا بيوم يجيبوا ايه ان الاساوسه يطلعوا يخطبوا على منبر الازهر والعياذ بالله. واصلا واحد كان زمان ايام عبد الناصر كان بيقول شعر يقول له البقوري، كان يقول ان شئت قل شيخين وان شئت قل قسيسين والعياذ بالله. ضلال ما بعده ضلال. قد يسمي بعضهم اتباع الملل المختلفه بالنسبه الى الرسل المؤمنين من اهل الاديان السماويه، زي ما قال لاستاذ كبير بيكتب مقالات اسلاميه، وهو راجل انا الله اعلم بحاله يعني، لكنه يكتب مقالات مقالات جيده في كثير من الاحيان، يقول ان المؤمنين ليسوا اتباع دين خاص في اصطلاح الكتاب والسنه، ولكنهم المؤمنون بالاله الواحد. وقعد كان كاتب مقدمه كده طويله في ان ليه الافكار المتطرفه في ان اليهود والنصارى كفار ولا لا، وهيخشوا النار ولا لا، والاسئله دي سببها كلام سيد قطب. ده كلام طبعا باطل وضلال مبين، مش طبعا، سببها الادله الايمانيه القرانيه والنبويه العظيمه في تكفير اليهود والنصارى. ربنا يهديه سواء السبيل. استاذ فهمي هويدي هو اللي كاتب الكلام ده. وسعى بعضهم الى بناء مجمع الاديان، كل هذه الدعاوى انما نبعت من الكفر والزندقه والنفاق، غرضها هدم هذه العقيده لدى المؤمنين. ودي اكثر عقيده والله بتتعرض لخطر، اكثر من قضايا يعني النهارده هجوم الكفار عليها. هم بداوا بالاسماء والصفات زمان زي الجهم بن صفوان، واصلا تلاقي حتى بدات الجهميه بتاعت الحلوليه دي، اصلا الجهم بن صفوان ده تلميذ الجعد بن درهم، في الاخر يطلع عبيد ان هو ابن خال عبيد بن الاعصم اليهودي والعياذ بالله، ان اليهود من اساس بدع الضلال دي. نسال الله ان يكف عن المسلمين شر هذه الدعاوى وشر اصحابها. المعنى الثاني من معاني الولاء النصره، تقدمت ما ورد في لسان العرب ان معنى الولي الناصر، ومنه من هذا المعنى قول الله تعالى: ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم، اي لا ناصر لهم. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، دي معنى ايه بقى؟ معنى القائم بامرهم الذي يتولى امر عباده، لكن هنا لا مولى لهم يعني لا ناصر لهم. والموالاه والمحاباه والنصره واجبه على كل مسلم يخالف الدين. الاول نقول ان اول الولاء الواجب نصره الله، ان تنصروا الله
ينصركم ويثبت أقدامكم. نصرة الله بنصرة الدين، ده قضية نصرة الدين، دي قضية من معاني الإيمان الأساسية. ما ينفعش إن الواحد يبقى مؤمن وهو قضية الدين بالنسبة له عملية إيه؟ عملية يعني نافلة من النوافل في حسه، أو إن هو مجرد متفرج على الصراع الذي يجري بين الإسلام والكفر وبيشجع المؤمنين بس. لا، ده نصرة الدين بكل واجب، بكل مقدور عليه، واجب كل مسلم، واجب على كل مسلم أن ينصر الدين بكل ممكن ومستطاع، لأن هذا هو الولاء الواجب لله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، ليس لأن الله يحتاج إلى أحد، فإن الله عز وجل هو ناصر هذا الدين، إلا تنصروه فقد نصره الله، لكن لأجل مصلحتك أنت يجب عليك أن تنصر الله وتنصر الرسول صلى الله عليه وسلم بنصر السنة، نصر السنة. وذلك كان في حياتي بنصره صلى الله عليه وسلم حيا، وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك، يعني أعظم نصر نصروه رضي الله تعالى عنهم، وفدوه بأنفسهم وأموالهم رضي الله تعالى عنهم. والنصرة السنة ونصرة الشريعة ونصرة ما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل موضع يقع فيه خلاف بين السنة وبين ما خالفها، فلا بد أن تنصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تنصر المؤمنين في دينهم، في إسلام، يعني تنصرهم لدينهم، كما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحدثه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. هو ليه نصره؟ لأنه في معركة بينه وبين الشيطان بتاعه، والشيطان غلبه لما خلاه يظلم، فأنا لما أنصره عليه بني أنا منعه من الظلم، أنا نصرته على شيطاني وعلى نفسه الأمارة بالسوء وعلى من يريد إهلاكه. فالشيطان غرضه في ظلمه في أن يوقعه في الظلم غرض أن يهلكه ويدمره، فأنا أنقذه من ذلك، أمنعه من الظلم. ولذلك استنصروكم في الدين. طب لو استنصرونا في غير الدين؟ استنصرونا لأجل العصبية الجاهلية؟ استنصرونا لأجل القومية والوطنية؟ لا، إنما النصرة تكون إيه؟ في الدين. ده الولاء الواجب. طب الولاء المحرم بقى اللي هو نصرة الكفار، من أخطر صور موالاة الكافرين نصرهم على المؤمنين، بل ذلك الفعل يوجب لصاحبه النار، وينطبق عليه بسبب فعله ذلك أحكام المشركين، مهما زعم الإيمان بكلامه أو اعتذر معذرته إذا كان ناصب للكفر على الإيمان. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن جرير هذا نهي من الله عز وجل للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا، أعوان وأنصار وظهور، ظهر يعني معاون. قال ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهورا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، ومن فعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الموالاة في الخروج في صف الكفار المحاربين للمسلمين لأجل إسلامهم يقتضي خروجا من الملة، أما مجرد الإقامة في بلاد الكفر وإن كان نوعا من تكثير السواد فإنه منهي عنه إلا لغرض شرعي صحيح، فهذا أقل من في الحكم يعني من الخروج معهم في قتالهم. يعني المعاونة والمظاهرة والمناصرة بالخروج في القتال ضد المسلمين كفر، وأما لو كانت معاونة ومناصرة بما دون ذلك كمظاهرة بتجسس كما فعل حاطب فهذه موالاة محرمة، هي موالاة ولكن محرمة لا تخرج من الملة بدليل قصة حاطب، فإن حاطب بن أبي بلتعة لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإنه إنما قال قال دعه فإنه شهد بدرا وإن الله قد قال له بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المقصود أن حاطب بن أبي بلتعة لم يكفر بذلك، فهذا يعني أن من الموالاة للنصرة ما يكون كفرا، وهو ممن خرج في قتال محاربا للمسلمين مع الكفار، فهذه نصرة أو موالاة كفرية وممكن تكون معصية إذا كان بتجسس أو نحو ذلك. قال ابن كثير رحمه الله
في قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قال أي بترك الهجرة. فقال هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. إمتى يبقى كافر؟ اللي جاي يوضحه. الإقامة هناك حرام إلا لغرض شرعي صحيح، وغرض وشرط ذلك أن يكون قادر على إقامة الدين. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة. وروى ابن جرير بسنده عن أكرمة في هذه الآية قال نزلت في قيس بن الفاكه ابن المغيرة والحارث ابن زمعة بن الأسود وقيس ابن الوليد بن المغيرة وأبي العاص ابن منبه بن الحجاج وعلي ابن أمية بن خلف. كل دول واضح أنهم أبناء من أبناء كبار المشركين، أمية بن خلف والوليد بن المغيرة وزمعة بن الأسود والفاكه بن المغيرة، دول رؤوس الكفر، فأولادهم كانوا محبين للإسلام. قال أكرمة لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعير قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يطلبوا منيلا منهم بنخلة منهم يوم نخلة، المشركين كانوا خارجين عشان يحموا القبيلة قبيلة أبي سفيان من الرسول عليه الصلاة والسلام، وطلعين ياخدوا طار الكفار الذين قتلوا يوم نخلة، ثرية أصابت بعض المشركين في مكان يسمى نخلة. خرجوا معهم، قال خرجوا معهم بشباب كارهين، في فرق بين كاره وبين مكره. كاره يعني متضايق، لكن مكره ده بيرغموه بالسيف، يرغموه بالقتل، يرغموه بالتعذيب، ومش ممكن يدوله سلاح، ده هو اول ما يدوله سلاح ممكن يقتلهم هم، لكن ده هم بيرغموه علشان يطلع في الصف. لكن في كاره غير مكره، كاره يعني متضايق بس بيسمع الكلام ويمسك السلاح ويقاتل. خرجوا معهم بسبب كارهين كانوا قد اسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد فقتلوا ببدر كفارا ورجعوا عن الاسلام وهم هؤلاء الذين سميناهم. رجعوا عن الاسلام بايه بقى؟ بانهم حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار. وعن السدي في الايه قال لما اسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افدي نفسك وابن اخيك، فقال يا رسول الله الم نصلي الى قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال يا عباس انكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا هذه الآية عليه ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يبقى اللي اتأثروا من دول زي العباس وعقيل ونوفل اتعاملوا ايه؟ ككفار، لانه لو كانوا مسلمين ما كانش الرسول استحل اموالهم، واللي قتلوا قتلوا كفارا. فواضح بما ذكرنا ان خروج من زعم الاسلام في قتال المسلمين مع المشركين ان حكم المشركين يجري عليه في جميع هذه الاحوال. وهكذا عامل الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون من خرج في بدر ولو كانوا كارهين، وإنما آثروا مرضاة آبائهم وأهليهم على الإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح مثل هذا إكراها ليعذر صاحبه، الإكراه له شروط ستأتي إن شاء الله. والظاهر في سياق الآية وما ذكرنا من الآثار في سبب النزول أن حكم الكفر ينطبق عليهم في الآخرة أيضا. ليه؟ لأن ربنا قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، ولم يدل دليل على خروجهم منها، بل وفي بعض الروايات عن ابن عباس قال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لذا نهتهم عن الاستغفار، فدل عدم الاستغفار لهم على كونهم ماتوا على الكفر بسبب هذه الموالاة الشركية لأهل الشرك ولو كانوا آباءهم أو أهليهم. قولوا قولي هذا أستغفر الله.